خدنا الهيباتو ساينس، قلت اهم حاجه فيها السلم برين. انت ممكن يجي الواحد نظري السلم بينه في الهيباتو ساينس، حد فاكر هنكتب ايه؟ ايوه 3 بارتس و3 موديفيكيشن، صح كده. الموضوع الثاني كان اسمه سبيس اوف ديس. خد برضه سؤال نظري، انا براجع تاني على السلم نظري بس متاكد عليها بس. يعني السلم برين بتاع الهيباتوسايت 3 اجزاء زي ما انتوا قلتوا، 3 موديفيكيشن. الموضوع الثاني سبيس اوف ديس، كان 3 حاجات برضه. ديفينيشن والكونتنت كانوا 6 حاجات، والفانكشن قلنا نعملهم 3 عشان ما ننساش. خلاص؟ الفانكشن عندكم تحت الرسمة صفحة 43، صفحة 43 تحت الرسمة مكتوب كلمة فانكشن. فانكشن وفين؟ في سبيس اوف ديس. دي وظيفة سبيس اوف ديس مكتوبة عندنا في الكتاب. وظيفتين ده ممكن تعملهم 3. أول وظيفة بريفنتيف كولابس، يعني بتعمل سبورت يعني. رقم 2 انترميديت، يعني وسيط ما بين البلد وما بين الهيماتوسايت. رقم 3 اكسشينج، ميتابوليك اكسشينج، تعمل تبادل. الناس بتقلب في الكتاب صفحه 43 تحت الرسمه مكتوب كلمه فانكشن، الناس كل مره بتنساها. هو السؤال بيجي لك تاني اهو، سبيس اوف ديس سؤالك مفتوح، هنكتب فيه تاني ديفينيشن كونتنت فانكشنز. وفي بقى حاجه اسمها هيباتيك بلاد ساينوسويد، نكتب عليه نظري. هيباتيك بلاد ساينوسويد. ممكن الناس تفكرني كده لما انا قلت الحصه اللي فاتت ممكن نقسم الليفر على شكل سداسيات كنا بنسميها كلاسيك. هذا السداسي اهو، قلت كان في النص فيه ايه؟ وارسم هنا كده ليه؟ كورس. وارسم ما بينهم ايه؟ بلاد ساينوسويد. عايزينه احمر؟ في لون احمر؟ عامله كده. هناخد دي بقى النهارده. اسمها ايه تاني؟ هيباتيك بلاد ساينوسويد. حتى كلمة ساينوسويد يعني ايه؟ يعني ميول دموية زي الجيب ده كده. في فلوس تلاقي ايه؟ كبير. مفيش فلوس تلاقي كولابسد. عشان كده يسموها جيوب دمويه، يعني فيها دم الاقيها كبيره كده، ما فيهاش دم خلاص الاقيها فاضيه. يبقى دي اول نقطه عندكم تعرفها. الريجولارلي دايليتد. كلمه دايليتد يعني ممكن تاخد دم كتير. الريجولارلي دايليتد بلاد فيزلز. النقطه الثانيه موجوده فين؟ اهو البرنس تبقى بين مين؟ بتوين الكوردس، وكان لها اسم تاني شيتس او بليكس في ليفر سيل. وكتب درين. درين يعني ايه؟ الصب. كان الاصح يكتب قبلها كلمه ريسيف. بيجي لها دم منين؟ ممكن تزودها عندك. هتكتب كده ريسيف ميكسد بلاد. يعني ايه؟ يعني 75% من مكان اسمه بورتال فين. يعني فينس بلاد، دم وريدي. ده ريتش ان نيوتريانت. بس بور ان ايه؟ برافو. دم وريدي جاي من السمول انتستن. نزود الكلام ده يا جماعه، هو قال كده كلمه درين، ان هي المفروض تبقى كلمه ريسيف. تجيب دم منين؟ ريسيف ميكسد بلاد من البورتال فين، و25% هيباتيك ارتري. اعكس بقى الكلام، بس ما تجيبش كلمه بور ان نيوتريت لانها في مواطن زيها فعلا، لكن ريتش ان ايه؟ اوكسجين. مش انا قلت الحصه اللي فاتت ان المثلث ده اهو، او المثلث ده، او المثلث ده، او ده في برانش من البورتال فين والهيباتيك ارتري والبايل داكت. فالبورت الهيباتيك ارتري بيصبوا فيه اهو، الهيباتيك ارتري والبورتال فين كمان ايه بيصبوا فيه. فهمنا؟ وبالتالي ريسيف ايه؟ ميكسد. يعني ميكسد يعني اثنين في نفس الوقت، واحد فينس من حته اسمها بورتال فين، ده جايب دم من السمول انتستن فمليان نيوتريان لكن فينس فلو ان اوكسجين.
اما نبات الارض ده جاي من الاورطه مباشره، ده مليان ايه؟ اكسجين. الدرين مكتوب عندكم درين فين بقى؟ اهو في السنترال فين؟ يبقى الدم يمشي كده. الدرين في السنترال فين، يعني بتصب في السنترال فين. الول بتاعها عباره عن ثلاث حاجات. رقم واحد فينستريتد اندوثيليال سيلز. رقم واحد ايه؟ من الحصه اللي فاتت، يعني متخرمه. رقم اثنين ريتيكولار فايبرز عشان تعمل لها سبورت. رقم ثلاثه فاجوسيتك سيلز اسمها كوفر. والثلاث طبقات دول في نهايتهم ديسكونتينيوس، يعني محطوطين بالتبادل بحيث ما يقفلوش الايه؟ الول. مكتوب عندنا اول كلمه ديسكونتينيوس. اقول تاني، الول بيتركب من ثلاث حاجات. رقم واحد فينستريتد اندوثيليوم، زي ما احنا متعودين اي بلاد فيزل عباره عن اندوثيليوم، بس هنا فينستريتد. رقم اثنين ريتيكولار فايبرز عشان تعمل لها سبورت. وعايز تفهم يعني كلمه ريتيكولار فايبرز، انت عندك الول اهو عباره عن خليه متقطعه، خليه متفتته، فلازم تحط عليها ايه؟ شبكه. مش برضه شبكه عامله كده، ما لو عامله كده كانت تبقى ايه؟ كونتينوس. لا هي عامله كده برضه ريتيكولار فايبرز عشان تعمل سبورت للايه؟ للاندوثيليوم. وفي خليه بقى وظيفتها بتاكل اسمها ايه؟ كوبفر سيل، دي اللي هتتشرح بالتفصيل. خدناها السنه اللي فاتت. هيعيد الجمله تاني، موجوده فين يعني؟ في الول. بس حدد لي بقى ناحيه الدم ولا ناحيه الهيباتوسايت؟ اكتبه بالعربي ناحيه الدم. اهو موجوده عندكم ما بين الخلايا وبعضها او ناحيه اليمنى السيرفس. يبقى ناحيه الدم. اهي بصوا معايا هنا كده في اندوثيليوم سيلز متقطعه اهو اسمها فينستريتد اندوثيليوم. عشان اعمل لها سبورت حطيت حواليها ايه من الناحيه دي؟ شويه تيكولا فايبرز عامله كده شويه شبكه. ادركوا فين؟ عايز احط لها كوفر سيل، احطها ناحيه هنا ولا ناحيه هنا؟ ناحيه الدم عشان تبقى قاعده جوه الدم، عشان وظيفتها ناحيه الدم، هي بتنقي الدم. فهمت؟ يبقى موجوده فين تاني؟ في الول، فاوند في الول او في باتيك بلاد سيناسويد، بس ناحيه مين؟ ناحيه البلاد. يبقى اما نقول ان بتوين الاندوثيليال سيلز او في اليومينال سيرفيس اوف هيباتيك بلاد سيناسويد. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه وظيفتها ايه؟ في الخط العريض فاجوسيتك تبع السيستم احنا خدناه السنه اللي فاتت، ده اسمه مونو نيوكليير فاجوسيتك سيستم. وتيبيكال ماكروفيج يعني نموذجيه بتاكل كويس قوي. لما نحب نشوفها بنشوفها بتكنيك اسمه فايتال ستين. حد فاكره؟ اكتب فوقه staining of living cells inside a living animal. يعني احنا هنستفيد من وظيفتها، مش وظيفتها انها بتنقي الدم، احنا هنحقن الانيمال بستين صبغه دي فورن بادي هتوصل هنا. الخليه هتعملها ايه؟ فاجوسايتوس كده. الخليه اتسبخت نموته ناخد منه سيكشن من الليفر، اجي ابص الاقي الخليه الوحيده اللي اتسبخت. فهمنا يا جماعه؟ ستينينج of living cells inside living animals. معنى كلمة vital stain أقول تاني احنا هنستفيد من وظيفتها. vital stain معناها أسبوبها وهي صاحية جوه الأنيمال هو صاحي برضه. staining of living cells inside living animals. السابقة اسمها تريبان بلو. اسمها تاني؟ تريبان بلو. يبقى stained by تريبان بلو اللي هي من قوسين نوعها vital stain. التكنيك ده معناه ان انا استفيد من وظيفتها، وظيفتها فاجوسيتك. اهميتها ايه بقى؟ اهو اول حاجه بتخلصني من الار بي سيز اللي عمرها عدى 120 يوم. مكتوب عندكم ايجد اريثروسايت. ايجد دي في مكانها ايه؟ اولد. ايجد يعني هرمه. وصلت 120 سنه 120 يوم 120 يوم خلاص. ايجد يعني اولد. يطلع منها هيموجلوبين تكسره تنجستر هيموجلوبين. هذا اللي بتطلع منه ايه؟ الهيموجلوبين اللي يسموه بينزل في البايل وينزل بعد كده مع الستول، وده سبب لون الستول. فهمنا ده الكلام ده بالتفصيل في الفسيولوجي. طيب جست الهيموجلوبين. رقم ثلاثه بتفرز مواد لها علاقه بالاميونيتي. سكريت بروتين ريليتد تو اميونولوجيكال بروسيس. معايا يا جماعه تاني كده؟ بتاع سؤال نظري اسمه تاني هيباتيك بلاد سيناسويد.
حد يقول كده تاني بسرعه، مش عايز الكلام ده كل بس مع الكفر صح كده تمام. ايوه حط خط تحتها كده وانت عارف نهايه السؤال فين معايا. اتفهمت اول حاجه ليه؟ مفهوم ايه الكلام مكتوب؟ تعرفها تعرف ايه؟ الريجولار دايليتد بلاد فيزيكس. النقطه دي موجوده فين؟ السايت مع الرسم اهو ما بين الاوردس. بيجي لها دم منين؟ قلنا من مكانين، بورتال فين وهباتيك ارتر. بتصب فين؟ سنترال فين؟ الول ثلاث حاجات، بنسيلتو انتوسيليوم بتاكل الفايبرز، والخليه اللي بتاكل اسمها كوفر سيل. الكفر هتتشد بالتفصيل. فهمت كده؟ ماشي. نجيب صفحه 46، هنسيب الصفحه دي للاخر. صفحه 46 في حاجه اسمها اورجانيزيشن اوف ذا ليفر، اكتبوا عليها مهمه نظري. الليفر كلها مهمه نظري، كلها جت قبل كده. الاول يعني ايه اورجانيزيشن؟ عندك اوضه زي دي كده اسمها ليفر، الكراسي محطوطه جنب بعضها بطريقه زحمه جدا، مش متقسمه للوبيولز ولا لوبز، كلها مش واضحه، فاحنا عايزين نقسمها. معايا؟ مكتوب عندنا ايه؟ ليفر سيلز كان بي اورجنايزد. يعني ايه اورجنايزد؟ مرتبه مقسمه بين 3 ايه؟ ويز. اكتب عليها سيوريز. دي نظريات يعني على الورق بس، لكن في الحقيقه الخلايا سايحه في بعضها. احنا بنقسمها عشان نشوف موضوعها ايه، عشان نعرف ندرسها. زي ما انتوا كده في الكليه متقسمين الى سكاشن صح، وسكاشن متقسمه الى جروبز وسب جروبز، نفس القصه. احنا عايزين نعمل كلاسيفيكيشن للليفر. فهمنا يعني ايه اورجانيزيشن؟ اكتب عليها كلاسيفيكيشن، ان احنا نقسمها. هنا معناها التقسيم. اول واحد بقى، وده كان احسن واحد وعمل النظريه اللي كلاسيك، هذا النظريه، ودي كانت معتمده على المنظر بتاع البيجز. لكن لما قلنا ان الليفر في البيجز مقسمه فهي قريبه منها قوي، ممكن ترسمها عندك. هترسم لي لوبيول سداسي، ادي اول واحد. نفسي كمان واحد مش مشكله. وما انت بقى تعملوا بقى منظر كمان في البيجز، تعمل لوبيول سداسي يعني تقولوا ان الرسمه دي كامله يعني. فهمتوا يا جماعه عمل ايه؟ الخلايا كلها سايحه في بعضها، الكراسي كلها سايحه في بعضها. هو قسمها على الورق، قسمها الى ايه؟ سداسيات. وفي كل سداسي هيحط دايره في النص اللي هي مين؟ سنترال فين. والكورنر ده حد فاكر كان فيه ايه؟ كان في البورتال فين والهيباتيك ارتر والبايل داكس، ده الباب بتاع اللوبيول اللي بتدخل منه، فبنسميها بورتال اريا اهو. دي كل ركن هو حته مثلثه اهي. هي كفايه الرسمه كده. بس لو انا عايز اكمل الرسمه عشان اكمل كل البيانات اللي مطبوعه تاني في الكتاب، عشان الامتحان بترسم بس كده. وده كده اسمه ايه؟ الكلاسيك ليفر لوبيول. بس انا عايز ارسم عشان نفهم اكتر. هرسم الخليه. فاكرين كنت هرسم الكورد كام خليه؟ اثنين هم، ادي واحد اثنين هم عاملين كده. خلاص انت مش فاهم بس كده. وارسم عن جنبين ايه؟ بروف بلاكس بتاع عامل كده اهو، بص عامل كده. شفت واحده هنا وواحده هنا. بس اللي فاهم الرسمه دي فاهم كل كلمه مكتوبه عندهم. كلاسيك ليفر لوبيول. وده في الاسئله الجديده يجي لوحده على فكره، يجي بدرجتين او بثلاثه. الكلاسيك ليفر لوبيول اول حاجه كام ضلع؟ ست او خمسه مفيش مشكله. هيكسا اور بنتاجونال، هيكساجونال اور بنتاجونال ماس اوف ليفر، ده اول حاجه التعريف اهو. الناس رسمت دي كلها تقسيمات نظريه، يعني كل واحد قاعد في بيته كده قال لك ايه، ايه رايك لو قسمت الليفر الى سداسيات؟ خلاص. ودي النظريه القديمه اسمها كلاسيك ليفر لوبيول. التعريف ايه تاني؟ بنتاجونال اور هيكساجونال ماس اوف ليفر، ادي النقطة الأولى. النقطة الثانية الكورنر بتاعها اسمه ايه؟ بورتال اريا أو بورتال كانال أو بورتال تراكت، كلها صح. هقول تاني
the portal tract او اسمه التاني ايه portal area او اكتب عليها portal canal. انا في السطر التاني ايه انا مش عارف كاتب ايه كاتب ايه كاتب تراكت وكاتب كانال اللي فوقها اريا كلها نفس المعنى بورتال اريا او بورتال تراكت او بورتال كانال موجوده فين تاني في الكورنر. طب يلا السنتر فيه ايه هذه النقطه الثالثه ذا سنتر كونتين ذا سنترال فين النقطه الرابعه ايه اللي هنا اورتا شكل ايه راديشن على شكل راديشن ايه راكنه في the plates of hepatocyte radiate from the central vein. النقطة اللي بعد كده ايه اللي على الجنبين مكتوب عندكم the blood sinusoid the radially arranged plates نفس الكلمة radially عاملة زي الشمس are exposed on either side لمين the blood sinusoid. النقطة اللي بعد كده الخطوط دي واضحة في الحقيقة لا يبقى in human the connective tissue silk ما بين اللوبيولز indistinct اكتب مكانها very thin and incomplete. اقدم نظريه اسمها ايه كلاسيك مفهوم الكلمه اللي بعدها انتوا عندكم كلاسيك ايه يعني خدتها في الامتحان كلاسيك هيباتيك لوبيول صح ولا غلط صح برضه اما هي كلمه ايه كلاسيك يلا كم ضلع ستة او خمسة الكورنر اسمه ايه بورتال اريا او بورتال تراك او بورتال كانال السنتر اسمه ايه ايه اللي في النص حاجتين ليفر سيلز عامله كورد وعلى الناحيتين في ايه؟ بلاد ساينوسويد. الخطوط دي اخبارها ايه في البني ادمين؟ اندستنكت. شوف بقى كمان في الموضوع بقى البلاد بيمشي ازاي؟ اهو ده القلم الاحمر ماشي ازاي؟ كده. امال الباي بيمشي ازاي؟ العكس باللون الاخضر اهو ما بين الخلايا بص اهو. فاهم كده ولا ايه؟ خدناها السنه اللي فاتت لما تكون حاجه رايحه ناحيه السنتر. فاكرين في الجدول ما بين الاكسون والدندرايت كان في اخر كلمه كده سنتر بيتال وعكسها ايه سنتر فيوبل مش مهم ناخدها النهارده كده الكرويد ماشي البلاد البلاد ماشي من البريفري للسنتر ده اسمه سنتر بيتال احفظها اهو اسمها ايه تاني ايه دي كلمه صعبه في الموضوع كله سنتري بيتال معناها ناحيه المركز ده مصطلح عكسها ايه؟ سنتريفيوجن معناها ايه؟ بعيدا عن المركز انا بحفظها بشوكة ام سي كيو انت فتحها ما تكتبهاش اصلا السنتر بيتا ده يعني ايه بقى بالظبط؟ سنتر بيتا معناها رايح ناحية المركز برافو فهمت؟ اقول تاني شايفين البلاط ماشي ازاي ماشي من هنا من الارتر والفين ورايح ناحيه فين السيناسول ثم سنترال فين اهو البلاط ماشي كده والباي ماشي العكس اتفهمت ولا ايه مش هو مصطلحات النهارده ممكن تعرف ان البلاط رايح ناحيه المركز اهو والباي رايح ناحيه البريفري اتفهمت واحد بقى ربنا يسامحه هو قاعد مش عاجباه التقسيمه دي قال لك ايه؟ هو ليس بصراحه عملها مثلثات. شوف بقى ازاي؟ هرسمها تاني اهو. حضرتك متخيل ازاي اعملها مثلثات؟ اوصل الثلاث نقط دول ببعض. فهمنا؟ السنتر هيبقى ايه ساعتها؟ الكورنر، بورتال اريا، هم سموا الجول ده بورتال لوبيول. راجل فاضي يعني، ارسم ورايا تاني اهو اهو. ارسم ورايا تاني ما ترسمش نفس الرسمه وانت في الامتحان لازم ترسم على فكره احسن يعني عشان ما تقولش اهو يا رب احنا كده هنعكس في اتجاهات احنا كده عكسنا العاصمه اهو هنا العاصمه اهو
مثلث اهو، السنتر بتاعه ايه؟ البورتال يمين. طبعا مثلث هنا مثلثات بقى، قسم الليفر كلها مثلثات وسماها بورتال لوبيول. فهمت ليه سماها بورتال؟ عشان العاصمه بتاعتها ايه؟ البورتال اريا. كده صفحتك في الليفر كنت تتخيلها، ما كان كنت تحفظ قبل ما تفهمها. دي اول نظريه، وهي ده النظريه كلاسيك قسمها الى ثلاثيات، ودي اهي ده النظريه والنظريه المعتمده على الانيمالز، ان هي كده بتقسمها كده في الانيمالز. حتى الفيلم اتسمى على اسم اللوبيول ده فعلا سنترال فين. يلا حد يقرا بقى التعريف ايه؟ مثلث، ده رقم واحد مثلث، تراينجولار اريا فليبر ماس. عملتها ازاي؟ بإيماجينري اهو وهمي، ستريت لاين خطوط مستقيمه بتربط ثري سنترال فينز. فهمت؟ واكتب بالقوسين كده كده اللوبيول ده فورم اوف is part of three classic adjacent liver lobule. طبعا ده تاني فورم از اوف، انت كده في الامس كيو بارت يعني عباره عن اجزاء اوف 1 2 3 وفي 3 adjacent يفطوا عندكم الكلاسيك لوبيول. فهمتها؟ يعني النظريه دي وصلت اجزاء من النظريه اللي فاتت، يعني خدت حته من ده وحته من ده وحته من ده. فهمنا؟ جت كده معانا في الاكس كيو. اكتب الكلام ده. ايوه فورم اوف بارتس يعني فيها اجزاء من ثلاثه كلاسيك لوبيول. السنتر بتاعها ايه؟ بورتال اريا. ركز معايا بقى البلاط هيمشي ازاي؟ العكس اهو. بصوا. يبقى سنتر فيوجل. والبايل سنتر ايوه كده. فهمت ولا ايه؟ احنا عكسنا الاتجاه بس هو في الحقيقه هو اتجاه واحد، بس كان هو عكس الايه؟ العاصمه. كان هنا العاصمه ايه؟ سنترال فين. اما هنا العاصمه بورتال ايه؟ سنترال فيجر وسنترال بيتر على اساس المركز. على اساس المركز. دكتور هنا الاحمر الدم سواء هنا او هنا. اهو الدم اهو رايح من الارتري للفين اهو. على فكره نفس الرسمه اللي معايا يا جماعه. بصوا اهو البلاط اهو كام سنه اهو شايف اهو هي نفس السهم ده بالظبط. انا ما غيرتش السهم، انا غيرت العاصمه بس كانت طالعه من ضمن العاصمه. والباي العكس اهو فالبايل اتجاهه ثابت هو والبلاد. كل فكره انت غيرت النظريه. اتفهمت ولا انتوا؟ ايوه ايوه تروح مع نفسك كده والنظريه الثانيه لما سالوه انت عملتها ليه؟ قال لك اصل انا بقول ان الليفر بتفرز بايل اكتر من بلازما بروتين. فهمتوا؟ يعني هو اهتم بالبايل اكتر. البايل ده اكسوكراين ولا اندوكراين؟ اكسوكراين. انتوا عندك في الصفحه اللي بعديها. والاهتمام يعني. ايه؟ ولا حاجه، ده كان عامل عاصمه، يعني عايز يقول لك ان البلاد رايح ناحيه العاصمه. دي العاصمة. التاني بقى عايز يعمل، قال لك لا انا عايز دي العاصمة بتاعت البي يعني. ما هو اختلافات. طب بص بقى النظرية الثالثة بقى اللي متعة. هيعمل شكل معين. ودي أحدث نظرية. أكيد ترى طبعا رقم ثلاثة. عايزين رسمتين دول ولا أشيلهم؟ على فكرة ممكن تعملها في الرسمة دي برضه. أحسن. بدل ما أعمل رسمة دي. أعملها بدون نجوم. لازم. نعم. هنعمل هنا رسمه هنا. بص هتعملي مثلث هنا ومثلث هنا. ايه رايكم؟ ايه ده؟ دي نظريه. ايه؟ السنتر بتاعها الخط اللي بيربط البورتال اريا دي بالبورتال اريا دي. لا صعب على فكره خلاص كده. اربعه سنترال. يا دكتور بس بص على السنه دي كده معايا. لا لا من ناحيه النظريات نظريات ومثلثين على فكره يا جماعه دي احدث نظريه وناس بتقول ان دي احدث نظريه. عارفين ليه؟ الخط ده بيوصل الارتري بالارتري صح؟ والفين بالفين. فوجدوا ان المنطقه دي احسن منطقه بيجي لها بلاد سبلاي رقم واحد زي القوميه كده بيجي لها احسن ايه؟ ميه. ابعد شويه الى احسن كهرباء اهو. دي رقم اثنين.
في بقى رقم ثلاثة بقى اللي هي الزنكلون او حد الزنكلون العصلوب والحد البيت واحد يا جماعة يعني قومية بالزهور بالمحافظة بالحتة الحلوة دي ايوة جنب الترعة جنب الكورنيش اهو رقم واحد نور مجيد الزهزير قالوا لي قابلنا عند الكورنيش فين يا جماعة الكورنيش طلعت الترعة دي وحوالها ده بسيط دي رقم اثنين رقم ثلاثة دي احدث نظرية على فكرة وبتعتمد على البلاد سبلاي فاهمين يعني ايه يا جماعه؟ قرش جنبي كده انت عارف بس انت عارف اللي عامل النظريه دي انا هشرد على سؤال واحد لما جم يعملوا شريحه لواحد عنده ليفر باثولوجي عنده مرض في الليفر طلعوا حاجه غريبه قوي لقوا الخلايا الميته اللي جنب السنترال فين؟ متخيلين؟ اللي هي هنا البلاس بلاس بتاعها قليل فلما بيحصل اسكيميا للليفر او توكسيميا او اي حاجه مين اكتر حاجه هتتاثر؟ بالظبط لما يحبوا يقطعوا الكهرباء بيقطعوا على مين؟ بيقطعوا على الغلاب اللي هم هون كده ودلوقتي بيقطعوا على الكل يعني ما تقدرش تظبطها الحمد لله برضه محدش مرسي يا جماعه ربنا يستر حكم رئيس ايوه رئيس بس مبارك لو خلصت محاكمته في سنه مرسي هيخلصها في 30 سنه انت لما يتكلم بس الحكم صادر عند المحكمه احنا هنحصل تاني بص معايا كده شايف الخط ده شايفه ده ماشي في ارتري وفين وبيض ضغط بوصل الحته دي الحته دي فزون واحد دي احسن زون بيجي لها بلاد سبلاي انا قريبه من ده دي زون اتنين بيجي لها اقل زون ده بيجي لها بورست اقل حاجه في الدم فلو دلوقتي حصل اسكيميا للليفر فهمت مين اكتر زون هتتاثر؟ زون ثلاثة. النيرة كانت مكتوبة عندنا ايه؟ اهو. اولا مكتوب عندكم كلمة ريسنت. دي احدث نظرية. اعتماد على ايه؟ على بلاد سبلاي. شكلها دايموند. السنتر بتاعها عبارة عن التيرمينال برانشز بتاعت الهيباتيك ارتر. هو الخط الاسود اللي انا عملته. مقسمة الى كام زون؟ ثلاثة. زون واحد مكتوب اهو جنب البلاد فيزلز مكتوب عندكم لاي كلوز تو ذا فاسكولار كور. فاسكولار كور يعني الاوعية. ودي احسن حاجة بتجيلها فيرست تو ريسيف جلوكوز فيرست تو ريسيف اوكسجين. زون اثنين مكتوب عندكم بورر اقل يعني. انترميديت. زون ثلاثة دي اللي جنب السنترال فين؟ ودي البورست في كل حاجة سواء جلوكوز او اوكسجين. نكتب عليها بين قوسين مور افكتد يعني يا جماعه لو حصل اي مرض تبقى دي مور افكتد سالك هو كده خلاص السلطنه خلص بس هدوء بس كده انت في الامتحان ترسم الرسم اصلا بتخلص الموضوع تاني اول نظريه اسمها ايه؟ كلاسيك ليه سموها كلاسيك عشان هي ادم نظريه وهي سداسيات النظرية الثانية اسمها ايه؟ بورتل. الفهم اللي بعدها ايه؟ قلنا اسمها بورتل. يعني ايه بورتل؟ يعني السنتر بتاعنا بورتل ايه؟ اريا. بص بقى النظرية الثالثة اسمها ايه؟ اسينس. شو كلمة هيباتيك؟ اسينس. هما سموها كده. اللي عملوا زي سموها اسينس. خلاص؟ نقول تاني عندي كام نظرية؟ ثلاثة. النظرية الأولى كلاسيك. النظرية الثانية بورتر، النظرية الثالثة أسنس. نقلب كده الصفحة كده نجيب حاجة اسمها جولد لادر، آخر حاجة خالص. صفحة كام؟ 47 جولد لادر. إذا ما خلصناش كده كده بقينا حصة في الليفر. صفحة جولد لادر. الجولد لادر. طب مستطيل كده. ما كانش قبل كده أي حاجة خالص في الدنيا. خلصني الله أعلم. في معنى ايه الاول بالعربي؟ المرار. شفتوا بقى التعريف؟ عشان كاتبها بعد الليفر فقال لك ان هي هولو. فاكرين يعني هولو؟ يعني هتتركب من ايه؟ من وول. اهو دي اكد لك المعلومه. ما خدناش قبل يعني كنا شغالين في الدايجستيف عباره عن سمول انتستين والجيستيكا كلها هولو، بعد كده دخلنا على السليفري والبنكرياس والليفر كان كلها سوليد.
فرجعنا تاني لمين؟ للهولو. هولو بير شيب. يعني بير شيب؟ شبه ليه؟ بير شبه بير يا جماعة يعني كومترا كومترا شبه الكومترا. طب حد يقول لي أجزاءها؟ تتفق يا ناتو؟ لا دي اسمها فنجس وبضل ونك والحته دي اسمها سيستيك ضغط. ماشي خلاص اكتبهم اكتبهم مفيش مشكله. اهو شبه الكومتراي كلمه بيري يعني شبه الكومترا. حته تاكل سماها فنجس. فنجس معناها القاع اصلا او فنجس. ارسم يا احمد عادل ارسم يا احمد عادل. ايوه الراجل ما عرفش تبقى فنجس وبضل ونك وسيستم ضغط. اول حاجه الشكل يبقى شكلها هولو بير شيبد اورجان. النقطه الثانيه المكان موجود فين؟ اتاتشد لللور سيرفيس اوف ذا ليفر انفيريور يعني انفيريور ريليشن. الوظيفه كان قلت فيها اليومن. ايه اهميه اليومن؟ ستور قلت فوها اند كونسنتريت البايل فيها من 30 ل 50 مللي. لو التهبت يا جماعه بتشيلها على فكره ما فيهاش مشكله. وساعتها البايل بيروح فين؟ عبد يضرم على طول. بس ساعتها ما ينفعش ياكل اكله يعني ايه اكله دسمه. الانسان العادي ممكن ياكل اكله دسمه براحته. لما تاكل اكله فيها دهون كتير الكور بدات تنقبض وتفضل بايل 50 مللي مره واحده في الديودرم. لكن لو انت ما عندكش يعني انفلاميشن في الجول بلادر فبتشيل الجول بلادر ساعتها ايه؟ تاكل اكله ما فيهاش دهون قوي. فدي اهميتها ستور اند كونسنتريت بايل. النقطه بعد كده ايه؟ قول على طول ماشي. تمام ليها سيستم دقه اهي. كوميونيكيت مع الليفر عن طريق السيستم دقه. الول بتاعها عباره عن ثلاث طبقات. الطبقه الاولى ميكوزا. الطبقه الثانيه ماسكيلو. الطبقه الثالثه يبقى يقول لك مين في موجوده؟ يبقى نكتب كده نو سب ميكوزا. وبالمره نو ماسكولاريز ميكوزا. وبالمره نو جوبلين سيلز. جول بلادر فيها ثلاثة نو. أول نو صب ميكوزا فعلا طلعناها اهي. ميكوزا ماسكيلوزا سيروزا. النو الثانية الميكوزا طبقتين هنا فقط. إبيثيليوم برافو ولامينا بروبريا. هتفكر يعني لامينا بروبريا؟ الكونكشن بتاعت الإبيثيليوم. الناس كانت بتاعتها نو. بص معايا كده. الميكوزا عاملة كده. دي تبقى كده ايه؟ برافو هايلي فولد. هتبقى واضحه امتى؟ فاضيه. وهي امتي؟ وهي فاضيه. لكن لما بتكملي تتفرد. نفس فكره الاستومك. عامل زي رجوله الاستومك بس ما تعرفش اسمها ايه؟ اقول تاني الميكوزا هايلي فولدد. تبقى واضحه جدا في الامتي جول بلادر تنكيس السيرفيس اريا. اللي بيصير نوعه ايه؟ اهو سيمبل كولامنر. تبقى نيوكليس ايه؟ فيزر ووفر. السيتوبلازما احمر. اشمعنى؟ مليانه ميتوكوندريا. وفيها فوق هنا كده سكريتوري جرانيولز. وفيها شويه شورت ماتر والله. لامنا بروبريا فلوس كونكتف تيشو. ونو كوبل السيل. عامل ايه كلمه نو كوبل السيل؟ عشان يا جماعه البايل ده فيه ميوكس. البايل فيه ميوكس. فالناس كانت معتقده الاول مين هيصنعه؟ لا خلينا نسيب نصنعه. ممكن تبقى عندك على فكره. The epithelial cells secrete mucus by themselves. الناس فاهمه يعني هو ليه كانت لهم جوبلت؟ هما كان ايه؟ البايل فيه ميوكس. كانوا معتقدين اللي بيفرزوا الجوبلت. لو ما حصلش اتاكدوا ما فيش جوبلت في الجول بلادر. طب يطلع من الخلايا ذات نفسها اللي هي الخليه دي. بعد كده ايه؟ ماسكولاريز ميكوزا. شوف بقى الجمال في الترتيب. لونجيتيودنال على اوبليك. حد يعرف ليه؟ عشان لو تعمل كونتراكشن بتطلع البايل. في جماعه لو هي السيركولار على الجودينال كانت السيركولار هتيجي عند السيستم ده وتقفلها. لكن هي ايه بقى؟ لونجيتيودينال على اوبليك عامله كده.
بحيث لما تنقبض تلاقي ايه بوش اوف بايت طلع لي فاهم. على فكره يا جماعه هي مرسومه لو عايز تشوفها في الرسمه مرسومه صفحه 46 الرسمه دي حلوه على فكره ما نقط لك الاسطوبكس والاستومك والسمول انتستين. فاكر يا جماعه دي رسمه بيسموها استومك بيت السنه اللي فاتت يعني عشان الاستومك الاقي الحاجات دي مرسومه الليفر ومرسوم البنكرياس. شايفين البنكرياس فين؟ في الكونكاب بتاع الديودينم. بص في الرسم بس بص في الرسم شايفينها كمان رسمه معبره جدا يعني الرسمه بتتكلم بس بتتكلم نفسها. اخر حاجه الجول بلازما الخطيه بسيروزا ما عدا ايه؟ الهيباتيك سيرفيس صح يا جماعه؟ ما الجول بلازما عامله زي الكوبايه كده اهي ومحطوطه كده فين؟ في بيسموها الجول بلازما الفص كده. فالبروتونيوم بغطاها منين؟ من كل ناحيه ما عدا الايه؟ الناحيه دي. يبقى البروتونيوم اسمه سيروزا ما عدا الحته دي يبقى اسمها ايه؟ الارجنتيشن. ما كانش قبل كده الجول بلازما بس انت تبقى انت ايه؟ يعني مفيش معنى ان مش حصه جايه هنخلص الليفر يبقى الاسبوع الجاي كل حصه هنمتحن على اورجن يعني حصه على السليفري حصه على البنكرياس حصه على الليفر.